يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول هل يجوز للمرأة أن تلبس الحذاء الذي فيه كعب داخل البيت بين النساء؟ مش الداعي لهذا، الداعي لهذا إلا التشبه، وأيضا عليها خطر لو تسقط وتنكسر، مش الفائدة من هذا؟ الحمد لله تمشي مشي عادية وتلبس حذاء عادي، ولا داعي إلى هذا التشبه والتكلف. نعم.